مسائل صغيره عشان يفك عن الحروب دي او عن حتى ولو في اسباب شهير، فانا اظن ان الخطر في انا كنت موجود معاه. الحقيقه لما اجي اتكلم على اوضاع الصحفيين يعني الاوضاع لو قعدت اقسمها في كل المجالات، فانا اقول ملخصا ان احنا قدامنا اسوء فتره في تاريخ الصحافه المصريه، أو واحدة من أسوأ فترات اللي معروف فيها الصحافة المصرية للتأكيد. ده على كل المستويات، سواء على مستوى الأخلاق على الصحفيين أو أفكارهم ومصادرات هويتهم، أو أيضا على مستوى القوانين المنصرة من أجل تقييد هوية الصحفيين، أو على مستوى المناخ العام اللي بيشتغل فيه الصحفيين واللي بيمر أو من خلال أشكال الملكية واللي هي مصرة بتطلع عليها من خلال ملكية تقريبا أنا أراها ملكية تقريبا عبر رجالها أو عبر رجال أعمالها اللي هم بيدوا طلبهم بس. الحقيقة بتتحول المسألة إيه؟ مش ملكية دولة بمعنى حكومة مقامة، ملكية أمن أو فده وضع الأمن فيها على مستوى لو بتكلم بالأرقام أنا هقول لكم الأرقام يعني خد مرة قدام على الاقل 30 صحفي محبوسين في قضايا مختلفه، ما يخرج من 20 منهم محبوسين بسبب ممارستهم لمهنتهم بشكل واضح، حتى لو وجهت لهم اتهامات مختلفه. احنا كان عندنا نماذج عندنا كتير، كان عندنا زملائنا اللي طلعوا عليهم قدام المشرحه ثلاث صحفيين وسمت قضيه صحفيين مشرحه، دول الثلاثه مسكوا اسماء وظيفتهم في الاخر. هم دلوقتي الحمد لله الثلاثه معانا بس عايزين القضيه ومع هذا الخبر من الحبس الاحتياطي ده اللي هو المصير اللي بيتعرض له واحد زي شوكان اكثر من سنتين ولا حاجه من الحبس الاحتياطي وما زال محبوس. عندنا زميلنا احمد رمضان قضيه شهيره ومعروفه كتير، الراجل كان بيغطي جوه المحكمه يعني ما كانش بيعمل حاجه غير التغطيه وتم القبض عليه، ولما ده وقت معاه التحقيق كانت التهمه الموجهه ده وجهه نظر جماعه محصوره. طريقه التعامل مع الصحفيين وايه عشان كده يطلع بعد كده مسؤول في الدوله سواء السيسي او غيره، بيتكلم على فكره ان عندي صحفيين محبوسين ده كاشف وهو بيتكلم هو على سن القضيه ناشف ده هو ده التدليس اللي بيحصل. احنا كل صحفيين دولتنا بيتم الخطا على الاسلام ورسالتهم. عندنا النماذج دي عندنا اكثر من 20 صحفي زي السيسي او زي غيره من المسؤولين في مصر بيقولوا او اي حد داخل الجماعه الصحفيه نفسها. انا امامنا 30 على الاقل، بعض الصحفيين العالم الباقي محبوس على ذمه قضايا رأي او قضايا سياسيه ممكن ما تتعرفش بس تماما. عندنا تاني على مستوى الاعتداءات والانتهاكات، احنا الصحفي دلوقتي في كل التغطيات هو عرضه للانتهاك بشكل مستمر وعرضه للاعتداء عليه خلال 6 شهور تقريبا، واستخدم الحريات ما يطلب منه انتهاك ضد الصحفيين خلال النص الاولاني من السنه دي.